تعال بدنا نبدأ في الباب السادس. الباب السادس بحكي عن strings. string يعني سلسلة، وفعليا احنا بنسميها على يعني هذه التسمية تطلق على النصوص، والسبب في ذلك انه النصوص هي عبارة عن سلسلة من الأحرف، string of characters. تمام، فهذا المصطلح احفظه كويس، يعني او انه خلي بالك منه كويس، انه string of character يعني نص. تمام، فبالتالي معنى هذا الكلام انه هي عبارة عن سلسلة من الكلام يا استاذ. نص يعني سلسلة من الأحرف، strings of character، فعشان هيك إنه بنسميه هاي التسمية. تمام؟ طيب شفنا هذا الكلام سابقا إنه string هو عبارة عن data type، فبالتالي أنت لو عرفت string، لو فتحنا terminal، فتحنا python shell وحكينا إنه الاس بتساوي اي بي سي وشفت التايب تبعها، فحتلاقي ان هو اس تي ار اختصار لسترينج. تمام، طبعا التايب هذا عملية الجمع هي عبارة عن concatenation، يبقى الجمع للأرقام هو بيجمع رقمين، للإنتجر إنه هو بيجمع لك بيجيب لك حصل جمع للرقمين، لكن للسترينج هي عبارة عن كونكاتينيت. كونكاتينيت عرفناها سابقا وحكينا إنه هو بعمل لصق للسترينجز هاي مع بعض. تمام، وأخذنا كذلك يعني هنا لما بدي أحط A B C أو S زائد واحد إيش الناتج تبعها؟ تايب إيرور. أما لو حكيت بهذا الشكل شو الناتج؟ A B C واحد. تمام؟ بالضبط. فهنا لو حطيت أي string تاني غير الواحد فحطيت hello، فبصير A B C hello بهذا الشكل. وأخذنا كذلك عملية تانية غير الجماعة، إيش هي؟ الضرب. شو بيعني الضرب؟ S ضرب ثلاثة شو بيسوي؟ بكرر السترينج هذا الثلاث مرات. بالضبط، A B C A B C A B C. تمام، طيب السترينج احنا ممكن نحوله للانتجر باستخدام هاي الدالة، بس حكينا ايش الشرط؟ انه يكون البيس 10 الاساس او رقم 10 من 0 ل 9 يعني. فبالتالي ممكن انا اعمل انت ل اي بي سي، هذا الكلام ايش بيطلع لي؟ فاليو ايرور، انه القيمه هذه اللي انت بتحاول تحولها لانتجر فيها اشكاليه. لكن لو انا حطيت انه السترينج هذا 1 2 3، فايش الناتج؟ بحول لي اياه لانتجر. لو حطيت فاصله عشريه بالضبط، لأنه بيس 10 من 0 ل 9 الفاصلة العشرية مش موجودة، لأنه أنت بتحول انتجر. أما لو أنت بتحول فلوت بيقبلها. بالضبط، والفلوت بيقبل أنه من 0 ل 9 بالإضافة للفاصلة العشرية. ولكن لو حطيت أنت فاصلتين لا بيمشيش الحال. بالضبط، value error، value error. تمام، فهنا عندك مثال انه hello there فعمل concatenation ل str 1 str 2، فبالتالي hello there انه طبع لك اياها ملزقة في بعض، بينما انه انت عندك str هذه 1 2 3. تمام، لاحظ انه هي quotation ورحت زودت عليها 1، فبالتالي ايش الناتج بيكون انت عندك؟ type error، لأنه هذا عبارة عن string وهذا عبارة عن رقم. تمام، أما بعد ما تحولها
لانتجر، تمام، اللي هي الواحد اثنين ثلاثة بين كوتيشن تحولها لانتجر تجمع عليها واحد، ساعتها بتطلع لك انه الناتج 124. 123 زائد واحد 124. هذا الكلام خليني اطبق لك اياه هنا، تمام. فاحنا اتفقنا انه واحد اثنين ثلاثة زائد واحد، هذا الكلام يعطي تايب فاليو ايرور، بيعطي فاليو ايرور لانه التايبس مختلفة، تايب ايرور، تمام. لكن بعد ما انت تحولها لانتجر شو بتتوقع الناتج؟ 124. فبالتالي حول الواحد اثنين ثلاثة كانتجر كسترينج، حولها لانتجر، صارت 123 زائد واحد 124. واوعك تلخبط بين هذا الكلام وهذا، هذا ايش الناتج؟ اوعك تقع في الفخ وتقول لي 124، واحد اثنين ثلاثة واحد، اوعك تقع في الفخ وتقول لي 124، تمام؟ طيب باي ديفولت احنا حكينا انه دالة الانبوت ايش بترجع؟ سترينج. تلاحظ لغاية الان احنا يعني هذا الكلام كله اوريدي مر علينا بالضبط. فبالتالي هنا لو كان في عندي متغير نيم بيساوي انبوت، قلت له دخل، تمام، دخل هذا الاسم، طبعته بطبع لي اياه، تمام. بينما انه لو انا عملت انبوت والقصد انه انا بدي ادخل رقم بدون ما انا احوله فحيكون في اشكاليه. فبالتالي احنا تعودنا دائما انه انت بدك تاخذ انبوت من المستخدم، ايش بدك تسوي؟ تروح تستدعي الداله، يعني داله جوا داله، فبتقول له هنا انت انبوت انه انتر ا نمبر، تمام. وهذا نخلي نعرفه انه المتغير x بتساوي، فهنا بطلب مني ادخل رقم 12. الان لما اقول x زائد 1 بطلع الناتج 13. بينما لو انا اخذت الجملة هذه بدون تحويل في الانبوت، لانه خلاص يعني احنا عارفين انه الانبوت string، تمام، هاي نفس المدخل 12، وجيت عملت x زائد 1، نعم، واضح. طيب خلينا نطلع يعني الان نبدا في التفاصيل. هذا الكلام كله مجرد كان مراجعه، يعني بحاول ان انا اذكرك في الاشياء اللي احنا اخذناها سابقا فيما يتعلق بالسترينج، في شيء جديد. الان بدي اطلع جوات السترينج. فعليا السترينج هي عباره عن سلسله من الاحرف، والأكثر من ذلك أنه هي عبارة عن ليست، تمام. فبالتالي اتخيل أنه أنت عندك كلمة بنانا، فبالتالي هي مخزنة عندك في الذاكرة على شكل ليست، وأول حرف بيكون الاندكس 0، ثاني حرف بيكون 1 2 3 4 5 زي ما تعودنا في الليست. احنا تعودنا في الليست أنه الاندكس بيبدأ بزيرو لغاية 5، معنى ذلك كم حرف؟ 6 أحرف. بنانا 6 أحرف بالضبط، تمام. فبالتالي هنا بنانا كيف ممكن تعمل أكسس للأحرف تبعت السترينج؟ ممكن تقول اسم المتغير fruit of الزيرو، بنجيب اول حرف 1، ثاني حرف. ففعليا الستريك يعني هذه انا ما عرفتهاش كليست، كيف عرفتها؟ كسترينج، وتعاملت معاها زي ما انا بتعامل مع الليست بالضبط زي ما شفنا، صح؟ تمام، بالضبط. وهنا لو وصلت لخمسة آخر حرف
كمان مرة بكرر لك هذا الكلام أنا حكيته سابقا بس كمان مرة، لو قلت ستة إيش بطلع؟ Index Error، وبدك تحطه في أنواع الإيرور اللي إحنا درسناها. واخد بالك؟ نعم. كيف؟ فيش حرف سادس في هذا السترينج، بينما سترينج تاني ممكن يكون في حرف سادس. الاندكس هذا مش موجود، ليش؟ انه بدك اياه يجيب لك فاليو ايرور، فبالتالي من الطبيعي انه يجيب لك الايرور هو اندكس ايرور. انت طالب اندكس مش موجود، حرف مش موجود في الداله. الفاليو ايرور انت بتستخدمه لو انت بدك تحول انتجر وتقول له هنا اي بي سي، ايش بحاول يقول لك؟ بحاول يقول لك انه القيمه هاي اللي انت بدك تحولها في داله انتجر هي اللي فيها ايرور، هذه اللي فيها إشكالية، هذه value error. بينما هنا إنه الأمور تمام، بس إنه الإندكس فيش حرف سادس، تمام؟ هاي string تاني s بتساوي will come، كم حرف هاي؟ سبعة. يبقى هنا لما تقول s of 6 في حرف سادس، في حرف سابع عفوا، لأنه الاندكس 6 معناها 7 لأنه احنا بنبدأ من 0، تمام؟ فبالتالي مش بالضرورة انه انت عندك انه يعني قد يكون في سترينج انت في عندك حرف سادس، تمام؟ لحرف سابع، وفي سترينج تاني قد يكون انه هو مش موجود، فبالتالي حسب طول الكلمة نفسها، تمام؟ طيب أكيد لو طلبت منك نص برنامج، يعني نص سؤال قلت لك اكتب برنامج، تمام، يعني لو طلبت منك أن أنت تعرف متغير وتأخذ في تخزن في المتغير هذا تاني حرف من كلمة يعني من كلمة معينة، يعني نص السؤال خليني أكتب لك إياه هنا على البي شارب. نعم. أنا أكتب برنامج لإدخال نص وتخزين الحرف الثاني في متغير وطباعة هذا المتغير. فبالتالي أنا مطلوب مني أدخل string، فبالتالي ممكن أعرف المتغير تبعي s بتساوي input وهنا مطلوب مني إن أنا أعرف بالضبط الحرف الثاني، فبالتالي ممكن أنا أعرفه إنه letter 2 بيساوي S of 1. نعم بالضبط، print letter 2. فهنا لو دخلت hello اي دخلت hi اي، تمام. حكيت هنا يعني زي ما انت شايف احنا عندنا الاس عندنا عفوا الفروت عبارة عن بنانا، وحكينا انه فروت اوف الزيرو او اوف التلاتة بهذا الشكل. هجيت انا لو عرفت اكس بتساوي 4 وهنا حكيت فروت
of الx. شو معنات هذا الكلام؟ شو معنات هذا الكلام؟ بالضبط حرف الرابع ولا الخامس؟ حرف الخامس. تمام؟ فبالتالي انت بدك تتعود انه الاندكس انه يكون متغير، بدك تتعود على هذا الكلام. مفترض انه ما يكونش في عندك في مشكلة. فبالتالي الاندكس هو عبارة عن متغير، تمام؟ وانت بتعمل اكسس لحرف معين في السترينج باستخدام المتغير هذا حسب قيمته. فبالتالي قيمة الاكس 4 بالضبط الكاركتر الخامس. هاي الفروت كمان مرة عشان اظهر لك اياها، وهي تمام. فهذا عبارة عن الحرف الخامس. هل جيت لو قلت اكس ماينس ايكوال واحد، شو معنات هذا الكلام؟ بدي اكتب لك اياها في كومنت برضو، اكد عليك كمان مرة انه هذه عبارة عن اكس بتساوي اكس ماينس واحد بالضبط. فبالتالي قيمة الاكس صارت 3. فهنا لما اجي اقول فروت اوف الاكس حرف الرابع بالضبط، تمام؟ الرابع، احنا كنا في الحرف الخامس، صرنا في الرابع. هاي هذه احنا اخذنا قبل هيك انه x plus equal 1 هي عبارة عن، هو بحاول في البايثون انه بسط لك انه انت تكتب كود اقل، بدل ما انت تغلب حالك وتقول x بتساوي x زائد 1، بقول لك ليش تعمل هيك؟ قول لي بس x زائد 1 x plus equal 1، انا بفهم انه انت بدك تزود على القيمة هذه 1. ونفس الشيء بالنسبة للماينس. فبالتالي هنا شوف قيمة الاكس قديش هي، رجعت 4 عفوا رجعت 3، تمام؟ لما زودنا صارت 4. ونفس الشيء بالماينس، الماينس انه بدل ما انت تقول انه اكس بتساوي اكس ماينس 1، ممكن تعمل اكس ماينس ايكوال 1. فهذا كلام بدك تتعود عليه في الكود، لما انت تشوفه قدامك خلاص تكون متعود عليه، وبدك تصير تكتب كود زي هيك ماينس ايكوال 1، فهنا حتصير قيمة الاكس 3. فبالتالي اي حرف؟ الرابع. تمام؟ طب لو قلت لك اشي اكتر من هيك، حكيت لك فروت اكس ناقص 1 بيمشي ولا حيطلع لي ايرور؟ المنطق ايش بيقول؟ بيطلع لك الحرف الاخير؟ لا مش حيطلع ايرور. ايش حيطلع؟ حرف الثالث. ليش الحرف الثالث؟ بالضبط. فهو فعليا فروت اوف الاثنين، مش 3 ناقص 1 2. فبالتالي برضو بدك تتعود انه انا هنا في الاندكس هنا حطيت لك متغير، وهنا ايش عملت؟ عملت عملية. تجري العملية الحسابية، بتحدد الاندكس، بعديها نعمل اكسس للحرف حسب الاندكس. واضح؟ حسب الناتج الاخير. تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح مفهوم؟ تمام؟ فبالتالي هنا لو انت اجريت عملية حسابية خلاص عادي، بدك تتعود على هذا الكلام، صار الكود هذا بالنسبة لك مفهوم. تمام؟ هاي الاندكس ايرور حكيت لك عليه، وخلي بالك بدك تحطه مع قائمة او انواع الايرورز اللي احنا اخذناها قبل هيك. اندكس ايرور. نعم. طيب بيظهر في هذا الحالة الاندكس ايرور، هذا الحالة بيظهر في الاندكس ايرور. لو انت عملت اكسس لحرف مش موجود ابعد من طول السترينج، يعني زي ما حكينا هاي كمان مرة فروت اكم حرف، هاي اكم حرف؟
خمسة ولا ستة؟ ستة. عد كويس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام؟ الاندكس الأخير قديش؟ خمسة. يبقى هنا فروت اوف الخمسة بيجيب لك اياه اللي هو عبارة عن ايش؟ الاي. لكن ستة سبعة مية وسبعة او الف وسبعة نعم. فبالتالي اي حاجة خارج نطاق السترينج فبالتالي بيطلع لك اياها اندكس ايرور. طيب كيف ممكن نعرف الطول تبع السترينج؟ من خلال دالة اللين. تمام. فبالتالي لما تعمل مع الاندكس بيكون من 0 ل 5. طيب احنا في عندنا اس كمان. قديش طول الاس؟ تمام. فبالتالي دالة اللين بتجيب لك طول السترينج عدد الاحرف يعني. تمام. فبالتالي المدخل إلها عبارة عن نص وين بدخله؟ هنا كارجمنت. والاوتبوت بيكون عبارة عن نمبر بترجع. هي فعليا بتعمل ريتيرن. تمام. الدالة هاي بتعمل ريتيرن. خلي بالك ممكن انا اقول لين اوف الاس زي هيك وممكن اقول لين اوف اي بي سي. احط السترينج مباشرة او احط المتغير تبعه. تمام. هاي ثلاثة. وهنا لو حطيت اي اف جي سبعة في سبيس ثلاثة وثلاثة ستة مع السبيس سبعة. تمام. طيب هجيت مدام انه هي عبارة عن ليست واحنا طول الشابتر اللي فات غير مكانك يا استاذ. يلا يا استاذ بسرعة غير مكانك يا استاذ. مدام انه السترينج هي عبارة عن ليست طول الشابتر اللي فات او الباب اللي فات واحنا نشوف كيف احنا بدنا نلف على ليست. بقدر نلف عليها ولا لا؟ تمام. فبالتالي هاي بدنا نعرف هنا كود. فبالتالي no loop list. ممكن اقول word بتساوي input enter a word وممكن اختصر هذا الكلام my str طبعا هنا underscore بطبيعة الحال enter a string لو بده يدخل space ياخد راحته. هاي بدي اطبع الكلمة هاي فبالتالي هنا بدخل بطبع لي انا بديش هذا الكلام. فبدي اكتب لك هنا نص السؤال. نص السؤال هو عبارة عن اكتب برنامج لإدخال نص وطباعة أحرف النص طباعة كل حرف في سطر. تمام. فبالتالي بدك تلف على كل كاركتر وتطبع لي. فبالتالي هذا الكلام أنا ما بديش إياه. فبده يصير إنه لوب. إحنا أخذنا اللوب بطريقتين، بطريقة الاتريشن فاريبل وبطريقة الاندكس. تمام. نأخذ بطريقة الاتريشن فاريبل for i أو ch اختصار لكاركتر in my str print ch. Welcome to Python. هذا كلام كله بده ينطبع، كل حرف بده ينطبع في سطر لحال ما دام انا بلف عليه. كمان مره هذه عباره عن string والstring
خلاص احنا فهمنا انه هو عبارة عن ليست، تمام؟ وهنا انا عملت لوب على الليست، فبالتالي الليست هذه فعليا هو بلف على الاحرف، شايف كيف؟ هيو W E L will come while space طبعه في سطر لحال to python بهذا الشكل، تمام؟ نطبع بطريقة تانية، نطبع باستخدام هاي، هذه بدي اعمل لك اياها كومنت عشان نضل عندك في الكود. ناخذ الطريقة التانية اللي هي من خلال الاندكس، الاندكس. فبالتالي هنا for i احنا بنختار هنا الاتريشن فاريبل اسمه i عشان يدل على الاندكس، n range. دائما لما انت تلف باستخدام الاندكس تنساش الرينج، وكذلك من الاخطاء الشائعة اللي رجاء ما تقعد يعني تقعش فيها انه تحط لي زي هيك الرينج، هذه بتاخد رقم تاخدش ليست، هو ناس بس في الاخر هو عبارة عن ليست، صح؟ فبالتالي ايش الرقم اللي بدنا نديله اياه؟ طول، طول الليست. كيف بدنا نجيبه؟ تنسيوش من غير هيك مش حل، يعني انت مش حتلف على الاحرف تبعت الليست، تمام؟ فهنا print، print الاي هو الاندكس، لكن انا بدي الحرف، كيف بدي اصل له؟ my str of الاي. فعشان هيك انا ممكن اعمل لك هنا i str my str of الاي، هيك انت بتشوف بعينك انه السترينج اللي انا بدخله اول حرف الاندكس 0. فمثلا هنا بايثون از كول، فهنا البي حيكون 0، الواي 1، تي 2، وهكذا. البايثون يعني لاحظ انا ترتيب الطباعه، طبعت الاي الاندكس اولها يو 0 وبعديها الحرف. كيف وصلت له الحرف؟ اسم السترينج او الليست اوف الاي، هذه 0 هذه 1 2 3 4، تمام؟ بهذا الشكل. طبعا هنا 6 سبيس هيو قدامك، هي معلمه شايفه، تمام؟ وهكذا 7 از 9 كول الى اخره، تمام؟ 14 انا حطيت سبيس هيو، يعني انا بعد الكول بعد الال ما عملتش انتر مباشره، حطيت سبيس، يعني ايدي ماخذه على السبيس، تمام؟ واضح يا شباب؟ طبعا هذا الكلام انه هنا في المساله في مثال فعليا ايش عامل؟ مستخدم الوايل، وهنا معرف الاندكس بتساوي 0، وهنا بيضطر انه يزود عليه 1. الاسهل من ذلك انه انت تستخدم الفور، فهيو البنانا هيو بالضبط بي 0 اي 1 2 ان 3 اي 4 ان 5 اي، تمام؟ هذا باستخدام الاتريشن فاريبل شرحناه، شايف الناتج كيف؟ عبارة عن أحرف بدون إندكس. هنا في الوايل ما دام أنا عندي الإندكس موجود، إيش استخدم؟ استخدم الإندكس والفروت أوف الآي، خزنها في متغير لحال، إحنا طبعنا مباشرة، تمام؟ كل حرف لحاله يكون عملنا فور اي رينج ماي ليست هو الحين هيطلع بس الارقام اللي عدها. يا استاذ بقول لك اطلع على الكود، تمام؟ انت اذا التطبيق تبعك بياثر على استيعابك اجل التطبيق، هذا كلام حكيت لك اياه قبل هيك، فانت تطلع هنا بطبع الاي والماي اس تي ار اوف الاي، هيك انت بتطبع الاندكس والحرف نفسه،
تمام. طيب نيجي لأول مسألة، مسائل تبعت السترينج مشابهة للمسائل تبعت الليست. فبالتالي أول مسألة هتكون هي عبارة عن count، غير مكانك. اكتب برنامج لإدخال نص وعد عدد مرات تكرار الحرف A. بندخل نص my str طبيعة الحال بتساوي input enter str enter string، ضلت على ال ing مش اشكالي. طب وبعدين، بعدين كيف بدنا نعد ال A في السترينج اللي دخله المستخدم؟ بدي ألف. أول حاجة بدي ألف، وإيش كمان؟ بدي أحط F statement إنه إذا كان الحرف A بدنا نعد. بدي أرجع أذكرك إنه أنت عندك خطوات الحل في اللوب ثلاث خطوات. أول خطوة بدك تعرف variable، الخطوة الثانية تدخل اللوب، الخطوة الثالثة تطبع النتيجة. تمام. فبالتالي هنا المتغير تبعي ما دام بدي أعد الـ A count underscore A initially قديش بيكون؟ صفر، ولا حرف لسه ما عديناش. بعديها for، بلزم هنا استخدم index؟ لا. for ch in my str، إذا كان ch بيساوي is a print count. ما طلبت print ولا count؟ count. بدنا نعيد count a plus equal 1 plus equal. تمام، خلصت هيك. بعدين بطبع النتيجة. هنا بايثون is cool zero. كمان مرة بانانا ثلاث. will come zero. Hola. واحد. تمام. فبالتالي هو فعليا بيعدل لك. ممكن اغير لك نص السؤال، بدي اضيف لك فيه تفاصيل زي ايش مثلا؟ اكتب برنامج لإدخال حد كاونتر. اوكي، اكتب برنامج لإدخال نص و وحرف والحرف المراد عده. تمام. ومن ثم طباعة تكرار هذا الحرف. فبالتالي انت عندك مدخلين، انت بدك تدخل كيف؟
وعندك مدخلين، بدك تدخل النص نفسه وبدك تدخل الحرف اللي بدك تعده. فبالتالي هنا راح ياخذ، راح اخذ متغير تاني اسمه letter بتساوي برضو input enter a letter بالضبط. كيف؟ لا هو نفسه بس هنا بغير هنا. نعم بهذا الشكل. هادي وهادي نفس الاشي احنا اتفقنا، وبالتالي الامر متروك لإلك. يعني انت سواء حليت في طرق مختلفة لحل نفس المسألة، طالما انت بتطلع لي الناتج الصح بحسب لك يعني بتاخد علامة الكود. تمام؟ طيب هنا لو دخلنا بانانا ودخلنا لا انا مشغل هذا count letter هنا بانانا وهنا بدي اعد الـ A يفترض قديش يطلع. تمام ابل كيف لايش التكرار؟ بدي اياك تدخل كلمة ودي لك حرف تعد كم مرة متكرر في هاي الكلمة، فبالتالي بدي تكرار الحرف اللي انا بدخله. فهنا كمان مرة طلع على الرن على التشغيل، انا دخلت ابل تمام وبدي اياك تعد لي كم مرة متكرر حرف البي. كم مرة متكرر بالضبط. فبالتالي هنا 2. فبالتالي ايش اللي اختلف انت عندك في السؤال؟ انت هيك عممته اكثر. تمام؟ فهذا خليني اعمل له رينيم. هذا كاونت بس مش كاونت اي بالريفاكتور، فبالتالي بتغير كله. فاللي اختلف في الموضوع انه هنا كنا نفحص از اي، فايش اللي اختلف؟ انه احنا هاي الليتر دخلناها كانبوت وصرنا نفحص فيه، فبالتالي بقيدكش ممكن تدخل الكلمة اللي بدك إياها وتعد الحرف اللي أنت بدك إياه. المستخدم هو اللي بيحدد هاي الشغلة. كيف؟ يعني شوف الحرف ليه كان الحرف تاني يطبع حرف تاني. قصدك إنه دخل لي يعني حرفين وإنه عد لي هدول الحرفين؟ لا لا بدل الحرف بحرف، بدخل الـ A يحط لي بداله B. ممكن. هاي قصدك. يعني أنت بصير عندك نص السؤال إنه اكتب برنامج لإدخال نص واستبدال كل احرف الـ A بحرف W مثلا. تمام؟ كيف؟ في العمل. استبدال كلمة، استبدال كلمة. طيب نيجي الآن انه بدنا ناخذ عده عمليات انا ممكن اطبقها على السترينج. العمليات هاي نبدا باول ناخذ مثال انه انا عندي النص تبعي هو عباره عن مونتي بايثون. اي نص؟ مونتي بايثون كيف شكله في الذاكره؟ عبارة عن ليست. الام هيها كابيتال زيرو او واحد ان وهكذا. السبيس هيو ماخذ مكان، هذا عبارة عن سبيس. تمام؟ وهي بايثون بهذا الشكل.
البي كابيتال. تمام. اول عمليه هي انه نعمل سلايسينج تقطيع للنص. سلايسينج تقطيع للنص، هذا الكلام معناته انه انا بدي اياك تجيب لي من الحرف الرابع لغايه، عفوا من الحرف الاول لغايه حرف الخامس. للرابع. بس هو فعليا الاندكس ايش؟ ثلاثة. زيرو واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ يبقى هذه عبارة عن الاندسيز زيرو واحد اثنين ثلاثة. كيف؟ الواي من صفر لأربعة، معناها أنا بدي أربع أحرف، معناها الاندسيز زيرو واحد اثنين ثلاثة. أربع أحرف، هاي يعد، هاي واحد اثنين ثلاثة أربع أحرف. مونت الواي مش معه. تمام؟ بالضبط. لكن السلايسنج بتجيب لك حاجة اسمها سبسترينج، جزء من النص بتحدد بدايته ونهايته. هنا أنا جبت من ستة لسبعة، معناها كم حرف بدي؟ حرف واحد. حرف واحد. تمام؟ ليش؟ لأنه أنا الفرق، خلي بالك أنا ممكن أستدرجك في الامتحان في مسائل زي هيك، لازم تكون فاهم السلايسينج صح. أنت عندك زي ما حكيت لك هنا من زيرو لأربعة عبارة عن أربع أحرف. تمام؟ زيرو واحد اثنين ثلاثة. تمام؟ من ستة لسبعة هي عبارة عن حرف واحد اللي هي عبارة عن ستة بس، هذا بتستثنيه دائما، زي ما استثنينا الأربعة زيرو واحد اثنين ثلاثة برضو السبعة بتستثنيها، فبالتالي حرف واحد. تمام؟ خمسة أربعة، أربعة خمسة عفوا، حرف الرابع أو بالأحرى الحرف الخامس. بالضبط. تمام؟ فهنا P اللي هي الاندكس ستة هي عبارة عن الحرف السابع. بالضبط. اللي هي الاندكس ستة. من ستة لعشرين تمام؟ صحيح. هذا عبارة عن اندكس ايرور. هذه مش صحيحة. هذه لا، هذه من 6 ل 11. تمام، هي للآخر. بطلعش الآن، بطلعش الآن، هيها الآن بايثون. من 6 ل 10 عفوا، هذه ل 10 بالضبط. تمام، فبالتالي خلينا ناخذ هذا النص نطبقه هنا. مونتي، يبقى أصلاً عندي عبارة عن مونتي بايثون. هاي أس، وهي أنت إذا بدك تشوفه أز ليست بحوله كليست عشان أنت تشوفه فعلاً كأحرف. القوس أنا عندي غلط، ف شايف كيف بتعامل معها كليست؟ ليست أوف كاركترز، هي هيك فعلياً بتكون موجودة في الذاكرة. أنا وجهتك إياها بهاي الطريقة. تمام؟ فالآن نيجي للسلايسينج. فأس أوف من زيرو لأربعة. طيب من زيرو سيب هذه فاضية. أو بالأحرى خليني أقول من أربعة نقطتين فاضي. من أول من أربعة من حرف الخامس للأخير. فعلا الواي هو الحرف الخامس. تمام، للأخير. طب ممكن نعمل العكس، من الأول للحرف الثالث. تمام،
كمان مرة. فكنت انت عندك الاس ممكن انه انت ببساطة تتعامل مع اندكس معين تقول له 3 معنى ذلك انه الحرف الرابع، او ممكن انت تقول له تتعامل بطريقة السلايسينج. طريقة السلايسينج ببساطة انه انت مجرد انه انت بتحط نقطتين بدك تحدد البداية والنهاية. البداية اذا ما حطيتهاش بعتبرها من الاول، النهاية اذا ما حطيتهاش بعتبرها للاخر. اذا حطيت بداية ونهاية خلاص بتقيد في النص او سب سترينج اللي انت حطيته. لو قلت له من 3 لـ 9 فبيجيب لك بالضبط من الحرف الرابع للحرف الثامن 4 أحرف. تمام؟ 1 2 3 4 5 6. تمام؟ طيب لو قلت له 3 وسبت هذه فاضي من الحرف الثالث للآخر، لو عملت العكس هذه سبتها فاضي من الأول لـ 9. واضح مفهوم السلايسينج؟ تمام؟ فبالتالي ممكن نجيب لك انه مسائل زي هيك وانه انت تحدد شو السب سترينج اللي طالع. واضح شو يعني سب سترينج؟ انه انت عندك سترينج كبير انه احنا بناخذ جزء منه سب سترينج، اسمه سب سترينج. طب لو عملت هيك كله هذا بأكد لك انه لو انت تسيب فاضي سبت الاول فاضي والثاني فاضي، فبالتالي من الاول للاخير. concatenation هذا احنا مر علينا سابقا، فبالتالي بالضبط. فهنا عمل concatenate للA، الA انا عندي hello والB هي عبارة عن الـ A زائد there، فبالتالي لما انت تجي تطبعها بتطلع لك اياها لازقة في بعض. عشان هيك ايش عمل؟ ضاف عملية اضافية انه بده يعمل concatenate للـ A زائد space زائد there، عشان لما تيجي تطبع انه يطلع الـ space معك هنا بالضبط. طيب الان نجي استخدام الـ N، هاي الـ operator هذه عبارة عن logical operator بستخدمها في السترينج. بمعنى اخر انه انا باجي بسال فروت هي عباره عن بنانا، صح؟ استخدام الان انه انت ببساطه تيجي بتقول انه هل البي ان فروت، هل الحرف بي موجود بغض النظر عن مكان؟ تمام، هاي الاوبريتور بغض النظر عن مكان. هل الاي موجود؟ موجود. هل السي موجود؟ فولس. والان كذلك ممكن تستخدمها تتعامل مع سب سترينج. هل البي A موجودة؟ موجودة. هاي بالضبط لازم تكون متصلين. هل البي ان موجودة؟ البي لحال موجودة والان لحال موجودة، اما البي ان متصلة مع بعض مش موجودة. خلي بالك استدرجك في الامتحان. تمام؟ اجي اقول لك انه البي ان موجودة في الفروت تروح تقول لي اه ترو، بينما هي فولس. تمام؟ نعم. طيب معنى ذلك انا ممكن استخدمها في جملة اف؟ ممكن. فبالتالي بقدر اقول اذا البي ان ان فروت
يبقى print found. rbn موجودة فعليا هي false عشان هيك مش رح يتنفذ. بينما انا ممكن اغير احط مثلا ال pa any fruit وبطبع هنا found بتنفذ. تمام. طيب هجيت انا عندي فروت صح بنانا وعندي الاس مونتي بايثون. هجيت لما اقول انه الفروت اكبر من البنانا بينفع زي هيك؟ لا اكبر من عفوا الاس وقارن سترينج مع سترينج اكبر من مع ارقام احنا بنقدر انت عندك متغيرين اكس وواي هذا 3 وهذا 7 تقدر انه تقول مين اكبر. اما السترينج نقدر ليش بنفعش لا نعم ايش معنات هذا الكلام؟ وبروح بقارن حرف بحرف تمام؟ بالضبط. اذا هذا الحرف اكبر من هذا الحرف خلاص برجع ترو. والله في حال ان هما بتساووا مع بعض ايش بروح بيسوي؟ بتطلع على الحرف اللي وراه. بالضبط. نعم سكر الباب. فبالتالي هنا هاي هل هي اكبر من هاي واحد؟ فولس. متساويين تمام. كيف مش بعدد الاحرف حسب ترتيب هنا بقارن الاتش مع الاتش متساويه. ما دام في حاله التساوي ايش بروح بسوي؟ بتطلع على الحرف اللي وراه الاي مع الاي تمام. هنا اجى ما لقاش حرف وهنا لقى واحد فبالتالي فهذه اكبر فبالتالي انه الهاي اكبر من هاي واحد فولس. هي فعليا اصغر منها. وين؟ لا قارن البي والام مين اكبر البي سمول ولا الام كابيتال؟ احنا لما حكينا على ترتيب الاحرف من صغير لكبير تمام حكينا انه سبيس بعديها الارقام من 0 ل 9 بعديها اي زد كابيتال بعديها اي زد سمول فبالتالي البي كابيتال اكبر من الامس البي سمول اكبر من الام كابيتال تمام. كيف ما استدرجكم فيه يعني كيف باجي بحيرك في الامتحان بقول لك مين اكبر الويلكم ولا الهاي؟ متساويات دبليو ولا اتش؟ الدبليو بتيجي كترتيب احرف بعد الاتش معنى ذلك انه هي اكبر منها
تمام؟ طبعا على عدد الحروف. لا يا أستاذ مش عدد الحروف. أنا جبت لك في حال إنه السترينج متساوي. طيب. حاجات الويلكم ولا الويلكم بالاي نفس عدد الاحرف هذه دبليو والدبليو متساويات الاي والاي متساويات بيضلوا للاخر اي ولا اي مين اكبر الاي اكبر ليش الاي اكبر لانه ترتيبها بيجي بعد الاي فبالتالي هي الاكبر نعم. هي بتقارنش طول النص. لا. بتقارن حرف بحرف. لقى إنه أكبر خلاص يعني هنا لما قلت لك إنه على الكلام يا أستاذ اسمع إنه على الكلام. لما قلت لك هنا الويلكم والهاي ما تطلعش على باقي السترينج بس تطلع أول حرف هنا وأول حرف هنا. W ولا H. W ليش لأنه بيجي ترتيبها بعد W بيجي ترتيبها بعد الأتش فبالتالي هي أكبر منها فبالتالي ترو لازم إنه يظل يفحص بقية الأحرف لا خلاص لو كانت ال W capital هاي من بدك ترجع أنت عندك للترتيب إنه أنت زي ما حكيت لك الترتيب space بالأول بعديها zero لتسعة تمام بعديها is it small ولا is it capital كابيتال بعدين سمول بالضبط هيك من الصغير للكبير بهذا الشكل تمام طيب خلينا نتوقف هنا والمحاضرة الجاية بناخذ مثال على هذا الكلام.